قام حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة أهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه هذا اليوم يرافقه سمو الشيخ عبد الله بن حمد الخليفة الممثل الشخصي لجلالة الملك المفدى وسمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة وسمو الشيخ سلطان بن حمد الخليفة بزيارة إلى مجلس عبد الله بن حمد الماجد النعيمي بالرفاح حيث قدم جلالته خالص تعازيه وصادق مواساته إلى عبد الله بن حمد الماجد النعيمي وإلى أفراد عائلة النعيمي بوفاة ابنه مبارك بن حمد بن عبد الله بن حمد الماجد النعيمي سائلا الله جلت قدرته أن يتغمد فقيد العائلة بواسع رحمته ورضوانه ويسكنه فسيح جناته. وقد أشاد جلالته حفظه الله بولائهم وخدمتهم لمملكة البحرين وقد أعرب عبد الله بن حمد الماجد النعيمي وكافة أفراد عائلة النعيمي عن خالص شكرهم وتقديرهم لجلالة الملك المفدى على هذه المشاعر الطيبة والمواساة الصادقة التي عكست حرص جلالته على التواصل مع أفراد شعبة الوفي من مختلف المناسبات داعين الله سبحانه وتعالى أن يحفظ عاهل البلاد المفدى ويمتعه بموفور الصحة والسعادة والعمر المديد.